صباح الخير يا شباب، كيفكم اليوم؟ اليوم بالفيديو حنحكي عن الخيطان الأكثر استعمال بالصيد. اليوم حنشرح لكم عن الخيط المونو فيلمنت اللي هو هيدا، حنشرح لكم عن خيط فلورو كاربون اللي هو هيدا. حنبلش بالمونو فيلمنت. خيط المونو استعمالاته، الخيط المونو نحن بنستعمله أكتر إذا عم نتصيد توب ووتر، يعني كل شيء كاستينج ترولينج، إذا عم نستهدف سمكة ماشي على وجه المي، الأبوسين، البلاميدا، بعد الأوقات كتير أنواع من السمك اللي بتمشي على وجه المي. هلأ شو خصائصه هذا الخيط؟ أول خاصية بهذا الخيط، هيدا الخيط مثل ما انكم شايفين عنده القدرة انه يمغط، الالاستيسيتي تعيته مثل ما انكم شايفين، ليكو لما شد هاي ايدي واضحين، ليكو لما شد كيف بيمغط معي هذا الخيط. هيدا لما يمغط الخيط، لما تضربك السمكة على مغطه بيتحمل قوة، يعني ما بيقطش. اوكي، هيدي أول خاصية من خصائصه، إنه بيمغط وبيخفف لما تضربك السمكة، بيخفف تنشن عنه. هذا الخيط كمان بيمتص المي، يعني هذا الخيط بيمتص المي، وهيدي شغلة ممكن تضعفه مع الوقت. هذا الخيط كمان حساسيته أقل، يعني يمكن لما تضربك السمكة ما تحس فيها كتير إذا عم تتصيد مثلا على الطعم. وهيدا الخيط حياته بتكون أقصر من غير الخيطان، عشانه بيتعرض للتآكل ومنه ما بيقاوم كتير عوامل الطبيعة وأشعة الشمس. وهيدا الخيط عنده عيب وحيد، إنه السمكة فيها تشوفه جوات المي، يعني أنت لما يكون طعمك السمكة فيها تشوف الخيط. هيدا بالنسبة للخصائص. بالنسبة للسعر، خيط المونوفيلمنت منه كتير غالي، وهيدا بشي بيميزه، ويفضل استعماله بالمية العكرة حتى السمكة ما تشوفه. هيدا بالنسبة لخيط المونوفيلمنت. هلأ منجي للفلورو كاربون. حنبلش بذات الطريقة. هيدا خيط الفلورو كاربون مثل ما بتشوفه ما عنده مرونة، يعني ها عم حاول امغطه للخيط بس ما يعني ما عم يمغط، واضح لكم يمكن، حاول كل قوتي. هذا خيط ما بيمغط، هيدا صلب اكتر الخيط بيقولوا له. بس هيدا شو لزته الخيط؟ هيدا لما تضربك السمكة بتحس فيها اكتر، يعني حساسيته كتير اكتر من المونو. وهيدا الخيط ما بيمتص المي، وهيدا شي بيساعده انه يضلوا قوي، وهيدا كل عوامل التآكل بيقاومها. يعني هيدا الخيط حياته مثل ما بيقولوا اطول بكتير. واهم ما شغلي بالفلورو كاربون هو انه السمكة ما بتشوفه، يعني انت بكون معك نقطة كتير قوية، وهي انه السمكة مش عم تقدر تشوفه، وهيدا بزيد كتير حظوظك لانه تقدر انت تاخد سمك اكتر. اما بالنسبة للسعر، السعر اغلى بكتير من المونو فيلمنت. وعادة طريقة استعماله هيدا الخيط للطعومة اللي بدك اياها تكون غرقانة، يعني عم تعمل جيج بتستعمل الفلورو كاربون، للسمكة بتشوف وبيغرق بسرعة عشانه أسمك من خيط المونو. وكمان إذا عم تعمل كاستينج وبدك طعمك ينزل لتحت يغرق بسرعة، كرانك بيت يعني، مش توب ووتر، بتستعمل هيدا الخيط. وعنده كتير قوة لما تكون المي صافية، فما بتشوفك السمكة أبدا. في منه كتير ماركات، وفي منه كتير قياس، بليز لتقدروا تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب.